يا صباح الفل على عين كل الناس اللي بتشوفني وبتسمعني. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات رحال اونلاين. النهارده هقول لكم ازاي نغير الصوره مصغره عن طريق التليفون بكل سهوله في اقل وقت وبدون احتياج لكمبيوتر. يلا بينا نبدا الشرح بعد الانترو. مبدئيا كده يا شباب، انا عايز اعتذر لكم عن سوء جودة الصوت، عشان للأسف المايك اللي انا بسجل بيه بايظ وبسجل بسماعة الهاتفون بتاعت الموبايل. وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مهم لكل اليوتيوبرز المبتدئين وحتى الناس القديمة، لانه بيسهل كتير جدا من شغلنا. النهاردة هنتعلم ازاي نغير صورة الفيديو المصغرة عن طريق التليفون. لكن قبل ما نبدأ، ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يجيلكم كل جديد مني ان شاء الله. اول حاجة يا شباب، محتاجين يكون عندنا تطبيقين مهمين جدا. رقم واحد هو متصفح جوجل، وده اللي انا دايما برشحه في اي خطوة، عشان من احسن المتصفحات الموجودة حقيقي. رقم اتنين، محتاجين تطبيق بيكس ارت، وده اللي حضرتك محتاجه عشان تعمل الصورة المصغرة الاول اصلا يعني، ولا ايه؟ وللي ما يعرفوش ازاي يعملوا الصورة مصغرة عن طريق بيكس ارت، فانا كنت عامل فيديو قبل كده، وحاسب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت الفيديو، وحاسب لكم كمان لينك تحميل بيكس ارت للي ما عندوش التطبيق. اول حاجة يا شباب، هندخل على جوجل كروم متصفح بتاعنا، ندوس على اللينك اليوتيوب، تمام؟ زي ما دخلنا كده، ومن التلات نقط اللي موجودين على يمين الشاشة فوق هنختار ديسكتوب سايت عشان نخلي الموقع يفتح اكنه فاتح من كمبيوتر بالظبط. بعد كده هنكبر الصورة شوية، وهندخل عند الايقونة اللي على الشمال اللي فيها صورة حضرتك على اليوتيوب. ولو مش مسجل دخول، ياريت تسجل الاول بايميلك والباسورد عشان ما تتعبناش معاك. بندوس على استوديو يوتيوب او يوتيوب استوديو، بتدخلنا على القناة، ومن اليمين خالص كبر الشاشة برضو، بنيجي على اليمين هنا هنلاقي تاني ايقونة، وهي اللي بتعرض المحتوى بتاع قناتك، بندوس عليها، ودي هتلاقي فيها كل الفيديوهات اللي انت محملها على القناة. بندوس على الفيديو اللي احنا حملناه وعايزين نغير له الصورة المصغرة، بنلاقي قلم ظهر لنا كده، بندوس عليه، بيدخلنا على تفاصيل الفيديو، ومنها بندوس على الصورة اللي احنا محتاجينها، بندوس على تحميل الصورة المصغرة اللي احنا عايزين نحملها، بنختار الصورة، او منها بندوس على براوز وبنشوف هنا، بنيجي مثلا للجاليري او المكان اللي احنا محملين فيه الصورة، وبنختار الصورة وبندوس تحميل. خلينا نجرب كده اي صورة زي دي مثلا، وبعدين بندوس دون. انا الفيديو ده محمله الحقيقة من بقالي فترة، مثلا هي شكلها كويس شغال يعني، وطبعا مش اي صورة تنفع للصورة المصغرة لانها بتبقى ليها مقاسات معينة، وده هتعرفوه في الفيديو اللي انا عامله واللي انتوا هتدخلوا تشوفوه ان شاء الله، واللي اتحملت الصورة. بعد كده بنطلع على حفظ، وبنحفظ الصورة اللي احنا حملناها. بالشكل ده.
وبكده يا شباب يكون خلص فيديو النهاردة، ياريت تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، دعمكم ليا بيفرق جدا 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 معايا يا شباب. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير يا احسن ناس. سلام عليكم.